ممكن تحصل المفاجأة الكبيرة في الجلسة. عليكم ورحمة الله وبركاته محترمين اليوتيوب. النهاردة كان 18/12 جلسة الدكتور ولاء زايد صيدلي حلوان. القضية اللي شغلت السوشيال ميديا رغم ما اهننا ارهاقنا في هذا المشوار ومتواجدين حاليا في مدينة القاهرة، لكن حبينا ان احنا نطلع ونوضح لحضراتكم الحقيقة. يمكن كنا متواجدين من الساعة 9 صباحا قبل بدء الجلسة بثلاث ساعات. الجلسة اللي انتهت في حدود الساعة 7 مساء وتم الفصل فيها او يمكن تم انفصال الجلسات عن بعضها اكتر من ثلاث مرات، مرة باشتباك المحامين المتهمين مع بعضهم، والاخرى يمكن بصلاة المغرب، والثالثة كمان علشان الناس ويمكن كثرة الاستجوابات للشهود وللمتهمين. النهاردة اللي وضح لنا يا جماعة ان مذكرة الدفاع ضعيفة علشان نتكلم بحيادية، لكن الامل ما ماتش، الامل ما انتهاش، لان لم يطلق صافرة النهاية. مش الجلسة ما كانتش مباراة تحكيمية علشان بالصافرة تنتهي النتيجة. يمكن كان الجلسة اتأجلت ل 18 يناير، يعني كمان قدامنا في حدود كمان شهر يا سادة. لكن هنا المطلوب مننا ان احنا نعيد ترتيباتنا، نعيد نظام الدفاع، وهنا لم تتم اكتمال عقيدة القاضي. يعني ايه؟ يعني في شهود لسه ما حضروش، في شهود هينطلبوا بالضبط والاحضار ولازم يتم احضارهم، وهنا يمكن الاشتباك اللي حصل ما بين محامي الدفاع مع محامي المتهمين الاربعة في البداية، ويمكن في اسئلة ما كانت غير مستساغة داخل الجلسة. يمكن بعض الاسئلة اللي استفزت القاضي انهم كانوا بيتهموا الدكتور ولاء زايد بالخيانة، بسؤال احد المحامين المتهمين ان كان دكتور ولاء يعني بتاع سيدات او بزباز بنفس اللفظ المثار كده يا جماعه واللي انا قلته لحضراتكم. لكن والده الدكتور ولاء كان لها دور كبير جدا ان القاضي اتوجه لها بسؤالها اكتر من 13 سؤال، قعدت فوق الساعه تستجوب من قبل قاضي المنصه. وكان اغرب سؤال ان والدة الدكتور ولاء زايد اجابت عليه ان يونس الطفل الصغير شاهد بعيناه والدته والعشيق في أوضة النوم أو على سرير النوم. فإحنا ليه الملل أو اليأس يمتلكنا؟ إحنا يمكن دايما أصحاب الحق بيحبوا إن القضية تنتهي من أول جلسة، وأصحاب الباطل بيحبوا يمطلوا في القضية. في جلسات عديدة لسه، ولسه الشهود اللي ما جاتش، ولسه خدوا بالكم يمكن القاضي فاطن لحاجات كتيرة جدا، يمكن الشاهد ممكن يغير شهادته، لكن هنا لا يحاسب بالقانون. يعني الشاهد ممكن أغير شهادتي في الجلسة الأولى أو في الجلسة الثانية أو في تحريات النيابة أو تحريات المباحث وأمام المحكمة. هنا المحكمة ما تقدرش تفرض على الشاهد عقوبة، يعني عقوبة سجن إن هو شهد أو غير أقواله، لكن المحكمة بتاخد أقوال الشاهد باختلافها في المرة الأولى والمرة الثانية وبتحط عليها دايرة إن ده راجل بيلف وبيدور، لكن المحكمة ما تقدرش تحبسه أو يمكن تديله حكم. يمكن آراء قانونية كتيرة جدا اتنشرت على السوشيال ميديا، اليأس والإحباط وان القضية خلاص باظت وي 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 وي. يمكن عاوزين نوضح لحضراتكم ان والدة الدكتور ولاء زايد هي اللي كانت متواجدة، هي وشقيقته وزوجته الثانية الأستاذة ريم، ولم يتواجد اي حد من اهالي المجني عليه الدكتور ولاء زايد. المحاميين اللي احنا كنا سامعين ان هم 17 18 محامي، وفي محاميين جايين من شركه النادي من المملكه العربيه السعوديه، لم يتواجد امام عيناي غير سوى جوز محاميين. القضيه لسه في الملعب يا جماعه، القضيه لسه فيها امل كبير جدا، مش عاوز حضراتكم تيأسوا. ودايما دايما حتى لو الباطل هيعيش ساعه فالحق هيعيش اليوم الساعه. مش عاوز حضراتكم يمكن تتشاموا من القضيه، لان القضيه لسه فيها مرافعات ومذكره عايزه تتظبط شويتين، ويمكن هنا زي ما احنا بنقول ما زال الدفاع بحاجه الى لاعب مهاري. مش هنختص اسم اي محامي يمكن تطوع في القضيه او غيره، لكن نداء لوالده الدكتور ولاء زايد، فكري وعيدي ترتيباتك مره ثانيه. اللي احنا المشهد اللي احنا شفناه النهارده مشهد طبيعي جدا، لكن احنا متشوقين ان القضيه تنجح، ان القضيه يرجع حق الدكتور ولاء ثاني، لكن يمكن باستشاره المستشار مجد الادوش، باستشاره المستشار نبيل عامر. القضية لسه فيها أمل كبير كمان، مش أمل صغير ولا حاجة ولا أمل ضئيل، لا. إحنا كل اللي إحنا عاوزينه من حضراتكم يعني المثابرة والصبر، وإن شاء الله حق ولاء زايد هيرجع إن شاء الله. أكيد
في تفاصيل كتيره جدا حصلت داخل قاع المحكمه وفي الفصل والوصل والحاجات دي كلها وشهاده الشهود ومين اللي حضر ومين اللي ما حضرش، ويمكن اختلاف شهادات الشهود دي كلها هتبقى في صالح الدكتور ولاء زايد حتى لو لم يعاقب عليها الشاهد لتغيير اقواله في المرات السابقه والمره بتاعه اليوم. قضيه الدكتور ولاء زايد ما زالت تحتل الترند، ما زالت تحتل يمكن الراي العام هنا في مصر. عاوزين نتكاتف وبلاش ياس، انا يمكن مش بقول لحضراتكم ان انا يمكن بسهل لكم الامر او حاجه، لا والله العظيم الكلام ده هو اللي حصل بالفعل، ويمكن استشارنا عدد كبير جدا من المستشارين في قضيه الدكتور ولاء زايد من الناحيه الجنائيه، وطمنونا ان القضيه لسه ما زالت في ملعب المحكمه. ليه؟ علشان القاضي لم يكون العقيده النهائيه، لان لو القاضي كان استقر بعقيدته او امن بالعقيده اللي هو اتخذها من خلال اقوال الشهود فكان هيتم الفصل في القضيه او الحجز للنطق بالحكم، لكن في مرافعات ثانيه يوم 18/1 باذن الله، واكيد هنا من حق الدفاع المجني عليه ان يتقدم بمذكره اقوى من اللي اتقدمت، وان شاء الله حق ولاء راجع. لكن انا مش عايز يتملك بعض الناس او بعض القلوب الطيبه يعني ان القضيه انتهت وحق ولاء خلاص راح ودم ولاء راح، لا، القضيه لسه في حقبه المحكمه، وكان تشديد امني كبير جدا حوالين المحكمه وعدم التصوير وعدم وحاجات كتيره جدا. لكن يمكن رجب دخل القاعة وطلع يتكلم على احد المنصات المحترمه، يعني الدنيا ان شاء الله بخير وحق ولاء راجع باذن الله. لكن النقطه اللي عاوز اكد لحضراتكم فيها ان عقيده المحكمه لم تكتمل من خلال الدفاع ولم تكتمل من خلال المتهمين، يعني المتهمين النهارده لما الدفاع المتهمين لما يسالوا يوجهوا سؤال للمحكمه ان الدكتور ولاء كان راجل بصباص، ايه علاقته وعلاقته بالقضيه ولو ما كانوا ناويين الاخلال بنظام الجلسه؟ هو ده الحاجه الوحيده اللي احنا استنبطناها، ان هم طالما حاولوا ان هم يخلوا بالجلسه يبقى في وراهم اراء مضنيه او يمكن براسل زي ما احنا بنقول علشان تحصل شوشره ويحصل لغط في القضيه. يمكن الدكتوره بنسين النهارده لما تم سؤالها من احد محامين المتهمين هل عصايه البيسبول دكتوره تموت؟ طبعا اجابت وقالت ايوه وغيرها تموت كمان. المفروض النهارده كان محامي المجني عليه المدعي بالحق المدني كان يتمسك بهذه الكلمه، لكن الفرص جايه كتيره جدا ويمكن جوله واثنين ولسه ثالثه ورابعه وعلى ما تتحجز القضيه للنطق بالحكم، في جولات كتيره جدا في جلسه الدكتور ولاء زايد، وحق الدكتور زايد مش هيروح ان شاء الله بدعمكم وان شاء الله بمتابعتكم للقضيه، واكيد في جلسات قادمه كتيره، واكيد اكيد لو كان في قصور من ناحيه المحامين بالحق المدني اكيد هيتم تداركها بعد كده، واكيد كمان احنا واثقين في القضاء المصري وواثقين في حكم ربنا سبحانه وتعالى في الاول وفي الاخر. قضيه ولاء ما راحتش يا جماعه ولا قضيه ولاء ماتت، لكن يمكن انتبنا كلنا يمكن الياس وعدم الامل وخلاص ان القضيه راحت، لا والله العظيم القضيه ما راحتش، وانا حابب ان انا اطمن حضراتكم ان القضيه بالفعل ما راحتش، القضيه ما زالت متواجده، لكن احنا عاوزين تقويه ونشوف القصور اللي كان تم في الجلسه الاولى وفي الجلسه الثانيه وننتظر المفاجات لحد ما نشوف ربنا سبحانه وتعالى رايد ايه في القضيه. حبيت ان انا اعلن لحضراتكم الكواليس اللي حصلت في جلسه النهارده وتغيير القيد والوصف، ان القضيه ما اتغيرش فيها القيد والوصف. طب هل القضيه ثبتت على الجنح يا استاذ مجدي؟ لا يا فندم، القضيه ما ثبتتش انها جنح ولا تم تغيير القيد والوصف للقتل العمد، لكن القاضي جعل يمكن جلسه 18/1 علشان تتم المرافعه فيما بعد، لكن الشهود خلاص تم يمكن تدوين شهاداتهم بسكرتير الجلسه خلاص ما عادوش هيجوا، لكن الشهود اللي طلبتهم المحكمه وما حضروش دول هيحضروا وهيبعت لهم ويرسل لهم ضبط واحضار، يعني هم لو جم خلاص ما جوش هيتعمل لهم ضبط واحضار ويتم القبض عليهم علشان يمثلوا امام المحكمه، لان ما فيش شاهد المحكمه بتطلبه ويعني يمتنع بمزاجه ان ما كانش في عذر قهري او حاجه، لكن تواجد النهارده بعض الشهود وبعض الشهور بعد الشهود ما حضرتش، فده طبعا هيكون في لغز كبير جدا في القضيه واختلاف الاقوال، سواء بقى رجب البواب سواء على فكره مصطفى رمضان ما جاش، انما اختلاف الاقوال في بعض الشهود اللي حضرت النهارده ده في صالح الدكتور ولاء زايد. مش هطول على حضراتكم لان انتم عارفين ان احنا طول النهار في القاهره، حبيت ان انا اطمن حضراتكم بالفيديو الصغير ده، يا ريت لو حضراتكم شاهدت معايا الفيديو للنهايه يا ريت ما تنسناش الاشتراك واللايك وتفعيل زر الجرس، وبقول لحضراتكم ان القضيه لسه ما زالت في المحكمه والامل كبير جدا جدا مع دواء بعض القصور اللي حصلت في جلسه اليوم. دمتم بخير، اترككم في رعايه الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.